الأخوات والإخوة الأعزاء، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. باسم مجلس إدارة نادي العروبة ولجنة الثقافة، نرحب بكم أجمل ترحيب في ناديكم نادي العروبة، ويسعدنا أن نستضيف في باكورة نشاطنا الثقافي لهذا الموسم المفكر الدكتور علي فخرو، رئيس مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية. غني عن التعريف، فهو ابن البحرين البار وأحد رموز الفكر القومي والوطني. الثقافة الوطنية ودورها في حماية مجتمعاتنا العربية. من المفترض أن يكون هذا الموضوع محوراً لمناقشات وحوارات فعاليات المجتمع ومنتدياته ومنظماته، فما أحوجنا لأن نؤصل وننشر الوعي في هذا الموضوع المفصلي بعد أن تنوعت وتعددت وتوزعت الهويات الفرعية في زمن الردة والارتداد وانحسار النهوض. قبل أكثر من 25 عاماً شهدت هذه القاعة محاضرة للدكتور علي فخرو بعنوان الثوابت أمام الردة في الخليج. إن الردة الآن قد احتوشت المجتمعات العربية جلها. نحن أمام أسئلة جوهرية حول الثقافة الوطنية المطلوبة. هل نحن أمام ضرورة إعادة بناء الثقافة الوطنية للانتقال من الأحادية إلى التعددية ونشر ثقافة الاختلاف وقبول الآخر ونشر ثقافة الفكر النقدي؟ ما هو المستقبل في ظل هذا الانحدار الذي نشهده، حتى أضحت الحركات الطليعية في المجتمع ومن كانت أمل التغيير والانعتاق قد ركنت، بل وأصبحت تتماهى مع بعض القوى الرجعية في هذه المنطقة؟ معكم الدكتور علي فخرو ليحدثنا حول الثقافة الوطنية ودورها في حماية مجتمعاتنا العربية، فليتفضل. شكرا جزيلا. أولا، بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم إلى هذا النادي العروبي العريق الذي حمل عبر سنين طويلة راية الثقافة العربية المنادية بوحدة الأمة، المنادية بمستقبل زاهر لهذه الأمة، وأعتقد أن دوره هو الآن أصبح أكثر ضرورة من قبل، على ضوء ما تفضلت به من مشاكل وقضايا ومحن وإحن في هذا الوطن الكبير. أنا أولاً أريد أن أقول بأن التحديات أنتم تعلمونها وتعرفونها كلها، يعني أنا لا أعتقد أن الأمة العربية عبر تاريخها كله وصلت إلى هذا المنحدر المرعب الذي تعيشه الآن. الواقع أن هذه الأمة تعيش جحيم، وليس بس فقط أزمة. يعني يكفي انفجار غير معقول وغير منطقي للطائفية هنا وفي كل مكان. حيث لا توجد طائفية يوجد صراع ديني بين المسيحيين وبين المسلمين، حيث توجد أكثرية شيعية تتحرك الأقلية السنية، وحيث أكثرية سنية تتحرك الأقلية الشيعية، ويعني هلم جرة. وبعدين صراعات الآن دخلت إلى القضايا القبلية، والآن أيضا أكثر من ذلك الصراعات بين الدول العربية. يعني أصبحت الأنظمة العربية تتآمر على بعضها البعض بصورة يعني مرعبة. حتى في أيام الأندلس أنا في اعتقادي لم يصل الحال
إلى هذا الوضع الذي نعيشه. إذن نحن فعلا بعدين أنا لا أعتقد أن الأمة العربية استبيحت من الخارج كما هو الحال الآن. هناك استباحة لهذه الأمة يوميا، لا يتكلم القادة من الخارج ولا المعلقين من الخارج إلا حول مواضيع هذه الأمة. بعدين لا أعتقد يعني وهذا مثبت أن الفساد انتشر بهذا الشكل الواسع والعميق في مجتمعات مثل مجتمعاتنا، ونحن الآن يعني نصنف ضمن أكثر المجتمعات العالمية فساداً، فساداً مالي، فساداً مالياً، وفساداً سياسياً، وفساداً اقتصادياً. ثم هذا المجتمع أيضاً يواجه قضية العنف بكل أشكاله، عنف الدولة من جهة، وعنف الجهاديين المجانين من جهة ثانية، وعنف حتى وصلنا إلى عنف المجتمع ضد بعضه البعض من جهة ثالثة. وبعد ذلك أنا لا أذكر أبداً ولا أعتقد أن هذا المجتمع مر على مطالب لتقسيم وتجزئة الأوطان العربية أو يعني أو الأقطار العربية إن أردتم أن تسموها. اليوم عندنا مشكلة مع الأكراد هنا وهناك، عندنا مشكلة مع الأمازيغ، عندنا مشكلة مع البربر، عندنا مشكلة أشكال وألوان ومطالبات بتقسيم وباستقلال وإلى آخره. إذن نحن فعلاً يعني أمام أوضاع مزعجة ومرعبة. طيب، عادة إذا وجدت ثقافة معقولة تستطيع أن تواجه مثل هذه المشاكل وتتغلب عليها في كثير من الأحيان، وهناك تاريخ طويل للمجتمعات الأخرى فعلت ذلك. لكن الإشكالية أن الثقافة العربية، يعني لازم أتكلم عن الثقافة العربية، لم أصل إلى الثقافة الوطنية، سأقول ماذا أعني بالثقافة الوطنية بعد لحظات. الثقافة العربية هي نفسها في أزمة، فكيف تحل أزمات؟ أزمة لأن الثقافة العربية لا تزال تعيش التراث نفسه ومشاكل التراث نفسه إلى اليوم. ولذلك يعني أحد الكتاب يقول نحن نتكلم عن التراث، نحن لم ننفصل أصلاً عن هذا التراث، هو بيننا ويعيش بيننا ويحكم كل ما نعيشه في حياتنا. أنا منذ بضعة أيام كنت في الأردن وكانت محاضرتي الواقع عن الثقافة العربية وإصلاحها، وأنا بس أريد باختصار شديد أن أبين، وهذا أيضا ذكرته في مقال أسبوعي، أنه إذا ما تنحل أربع إشكاليات في الثقافة العربية فيعني هذه الثقافة لا تستطيع أن تنهض وتخرج من محنتها. النقطة الأولى اللي ذكرتها منذ لحظات هي قضية التراث. إذا كانت هذه الأمة تعيش ذلك التراث سلوكاً وفكراً وقضايا تاريخية وصراعات وانقسامات إلى آخره، فإذا تحتاج هذه الأمة إلى أن تراجع ذلك التراث مراجعة نقدية تحليلية تركيبية لتتجاوز ذلك التراث وتوجد مسافة بين الحاضر وبين الماضي. هذا الشيء أنتم تعلمون كلكم الذين تقرؤون أنه كتب عنه كثير جدا، محمد عابد الجابري، عبد الله العروي، إلى أشكال وألوان هشام شعيط، ما كلهم يعني أغلبهم في المغرب العربي، ولكن أيضا جزء منه حسن حنفي غيره كلهم يعني كتبوا. إذن نحن أول شيء إذن التراث، لكن أهم ما في ذلك التراث الذي يحتاج هو التراث الفقهي اللي مليء بالمبررات التي تؤخذ يوميا من قبل هذه الجهة أو تلك لتمارس تلك الأخطاء، وأيضا علوم الأحاديث، لأن هناك قضية كبرى في منهجية جمع الأحاديث وفي الدس على الأحاديث وفي كثير من الأخبار، إلى حد أنه رجل مثل جمال البنا وهو رجل إسلامي وابن حسن البنا يكتب كتابا أنه ضروري الآن مراجعة أهم كتاب في علوم الحديث اللي هو كتاب البخاري وأيضا صحيح مسلم. إذا نحن الآن في وضع بالغ الخطورة، لن أزيد على ذلك لأن هذا موضوع يحتاج إلى ساعات وساعات وساعات، ولكن في ذلك التراث وبالذات في هاتين الجهتين
هناك إشكالات لا حصر لها ولا حد. ثانيا، هناك إشكالية التعليم. إشكالية التعليم بمعنى أن هذا التعليم لا يخرج أناس قادرين على أن يحللوا وأن يفكروا تفكير مستقل، وعلى أن يقولوا لا لذلك التراث، ولا يقولوا لا لتلك العادات، ولا يقولوا لا لتلك الصراعات، لأنهم تعودوا على أكثر شيء في المدارس على أن يلقنوا، وبالتالي المذاهب والديانات والقبائل والآخر يستطيعون بسهولة أن يلقنوا أيضا الجيل نفسه. ولذلك ما لم تحدث ثورة حقيقية في التعليم العربي بحيث تنتقل من التلقين إلى يعني إخراج أناس قادرين على أن يتقبلوا ثقافة جديدة ولا يقبلوا بالثقافة القديمة بكل مشاكلها ومآسيها، فنحن أيضا في إشكالية كبيرة. وأنتم تعلمون موقفي أنا شخصيا، أعتقد أنه المفتاح لذلك أنه ضروري أنه المعلم يكون ممتهن ويهيئ لكي يكون ممتهن. وتعرفون أنه المدرسة إذا لم تكن مدرسة ديمقراطية في إدارتها وفي حياتها اليومية، كيف تستطيع أن تهيئ ناس لقبول أهم جانب في القضية الثقافية للجانب الآن الديمقراطي الذي سنتكلم عنه بعد قليل. إذا نحن النقطة الثالثة بس أريد أن أقولها، أنه محنة هذه الثقافة كانت نظرتها يعني مشاعرها الدونية أمام ثقافة الغرب، أنه ثقافة الغرب هي كاملة وهي كل شيء، وأنتم تقرؤون يوميا لناس يقولون لك دوختون أنتم مع ثقافتكم، هناك ثقافة واحدة غربية يجب أن نتبناها كلها، وبدأت منذ سنين طويلة. هذا الموضوع أيضا يحتاج إلى من ينقد تلك الثقافة ويبرز أن لا، تلك الثقافة في ألف مشكلة ومشكلة، مش بس مشكلة واحدة، فيها مشاكل. الثقافة التي سمحت بالاستعمار وسمحت بحربين عالميتين قتلوا ملايين من البشر، وسمحت بوجود رأسمالية يعني متوحشة وقادرة على أن تعيش على حساب الآخرين، وسمحت وسمحت، هذه الثقافة فيه ثغرات. والذين منكم يتابعون الكتابات ما بعد الحداثة وما الآن في الأيام ما بعد الحداثة أيضا، واللغات الأجنبية يعني في إنجلترا وفي أمريكا وفي فرنسا وفي كذا، يعرفون أن هناك إشكالية حقيقية في الثقافة اللي إحنا نشعر بالدونية فيها. والنقطة الرابعة والأخيرة، أن الثقافة هذه إذا ما تصبح جزء من مشروع نهضوي تصبح هي لوحدها تعيش لوحدها. والمشروع النهضوي في رأيي هو المشروع الذي ينادي بوحدة هذه الأمة، باستقلالية هذه الأمة، بالعدالة الاجتماعية، بالديمقراطية إلى آخره من الأمور اللي تعرفوها أنتم. المشروع النهضوي الذي يكتب عنه كثيرا بنقاطه الست. طيب الآن إذن ما الذي نفعله؟ إذن نحن الآن نتكلم عن أزمة في الثقافة، فكيف نريد الثقافة أن تواجه تلك المشاكل؟ أنا إذن هنا اخترت الثقافة الوطنية حتى لا يعني أقف عاجزاً أمام ثقافة أعرف أنها في أزمة. ماذا أقصد بالثقافة الوطنية؟ أنا أقصد أنها ثقافة سياسية وطنية، أي بمعنى آخر جانب من الثقافة، الجانب السياسي هو الذي يجب أن نشتغل عليه من أجل أن يواجه تلك المشاكل، لأن القضايا الأخرى تحتاج إلى عشرات السنين إن لم تكن مئات السنين في المستقبل. وعندما أقول ثقافة وطنية لا أعني ثقافة محلية، الثقافة الوطنية هي نفسها تتغذى أيضا سلبا وإيجابا بالثقافة العربية وسلبا وإيجابا بثقافات العالم، وبالتالي نحن نتكلم عن ثقافة وطنية سياسية في الأصل نريد أن نبنيها. وهنا يعني المقصود ثقافة سياسية وطنية يتبناها الجميع، تخدم الجميع، تركز على المشترك، تعلو فوق الفروع دون أن ترفضها، لأن الثقافات الفرعية ما فيها إشكالية فيها إلا عندما تصطدم بالثقافة الوطنية.
وإلا الناس أحرار أن يتبنوا هذا الفكر أو ذاك الفكر في الدين، في المذهب، في السياسة إلى آخره. وهي أيضا تتغذى إضافة على تغذيها من الثقافة العربية الأم على قيم الثقافة الإنسانية المشتركة بين البشر كلهم. هذه هي الثقافة التي نريدها نحن، الثقافة السياسية الوطنية. طيب، هذه الثقافة إذن في الأساس سياسية وحقوقية، ولكنها تؤثر في حقول الاقتصاد والاجتماع بصور شتى كما سأذكر بعد لحظات. في اعتقادي أنا أن الثقافة الوطنية تنطلق من وتدور حول شعار واحد، هو شعار ومفهوم المواطنة. هذا هو المدخل الحقيقي للثقافة الوطنية التي بدون ذلك لا يمكن أن نتكلم عن ثقافة سياسية وطنية. تحقيق هذا الشعار بكل مفاهيمه الفكرية، متطلباته الحقوقية السياسية والإنسانية، هو المدخل لتلك الثقافة. الكلام كثير حول المواطنة، ولكن لنبدأ بقول لأرسطو، وأنتم تعلمون أن المواطنة ككلمة وكمفهوم بدأت في أثينا. هناك قول شهير لأرسطو حول ذلك الموضوع، يقول: عدم المشاركة، يتكلم الآن للمواطنين، عدم المشاركة في حقوق وواجبات المواطنة، مع أن المواطنة الأثينية كانت ناقصة، المرأة ما لها دور والعبيد ما لهم دور، لكن على الأقل كان قسم أساسي ومهم من المجتمع الأثيني يتمتع بحقوق وواجبات المواطنة. فإذا أرسطو كان يقول عدم المشاركة في حقوق وواجبات المواطنة الأثينية يعني إما حياة التوحش، تنقلب أثينا إلى مكان التوحش ما في شيء يضبطها، أو حياة الآلهة أنه تصبح يعني فوق البشر وبالتالي ليس لها دخل في البشر. طيب، يجب أن نسأل أنفسنا، هل المواطنة قضية يعني تنظيمية أم هي أكثر من ذلك؟ الذي يقرأ ميثاق الحقوق الإنسانية يعرف أن إعلان حقوق الإنسان يعتبر المواطنة حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن البلد الذي ليس فيه مواطنة بمواصفات معينة، وليس بس كلام مواطنة، هو لديه إشكالية حقوقية. الآن ما هي أبعاد المواطنة التي نتكلم عنها؟ أولاً البعد القيمي الأخلاقي الإنساني. يعني لماذا آتي بذلك؟ لأن حتى لا يعتقد الناس أنه والله بكرة نقول إحنا المواطنة تعلو فوق الآخر، لكن دون أن نعرف ما الذي تعنيه وما الذي يجب أن يتحقق من أجل تكون هناك المواطنة. البعد القيمي هذا أول ما فيه والحرية، بما فيها حرية المعتقد، وطبعا حرية التفكير وحرية الرأي وإلى آخره. الجانب الثاني هو المساواة، وبالذات بين الجنسين، وهذه إشكالية نعرفها كلنا نحن في المجتمع العربي لا تزال موجودة. المساواة في فرص الحياة، المساواة في الكرامة الإنسانية، والمساواة كما سيأتي بعد قليل في الثروة الوطنية. البعد القيمي الآخر العدالة. المواطنة التي لا تعتمد على مفهوم العدالة بما فيها عدم التمييز بأي شكل من الأشكال، وأية ممارسة للظلم بأي شكل من الأشكال، نحن إذن بدون هذه الأبعاد القيمية الإنسانية فإن المواطنة هي ناقصة وهي كلام بس فقط في الدساتير وفي القوانين، ولكن ليست أكثر من ذلك. الآن نأتي إلى البعد السياسي، وهذا هو موضوع الذي نتكلم عنه. البعد السياسي ركيزته الديمقراطية.
ركيزته الديمقراطية كعقد اجتماعي اللي هو في أغلب الأحيان يكون دستور، ودستور طبعا يرتضيه المجتمع ويتفق بين المجتمع وبين السلطة. أيضا اختيار سلطات الحكم، توازن سلطة الدولة وسلطة المجتمع، وأنتم تعلمون أنا تكلمت مرات كثيرة، بدون وجود توازن بين سلطات المجتمع المدني وسلطات حكم الدولة أنت تتكلم عن مواطنة منقوصة ليس لها معنى، لأن المواطنة ليست قضية شعارات، هي قضية تفاعل حقيقي، تفاعل بين الحقوق والواجبات، تفاعل حقيقي بين الإنسان، بين الفرد في المجتمع وبين مجتمعه، تفاعل حقيقي بين الفرد في المجتمع وسلطة الحكم، تفاعل حقيقي بين الفرد وبين مؤسسات ذلك المجتمع، المؤسسات مؤسسات الحكم ومؤسسات المجتمع المدني. وطبعا تأتي تحت البعد السياسي الحريات المدنية، التعددية السياسية والثقافية والدينية، التداول الدوري السلمي للسلطات، الحق في الحياة وغياب التعذيب، القبض التعسفي عدم وجوده في المجتمع أو النفي، حرمة المسكن والمراسلات، الحصول على جنسية، والحق في الملكية. ولذلك المواطن الذي ليس لديه بيت لا نستطيع أن نتكلم عن مواطنة بالنسبة لهذا الشخص، لا يتمتع هو بالمواطنة، هو فرد موجود في المجتمع. إذن البعد السياسي كما ترون هي قضية كبرى في قضية المواطنة، لا مواطنة بهذا البعد بدون هذا البعد السياسي، لأن هذا البعد السياسي هو الذي يحمي المواطنة، هو الذي يطورها، هو الذي يشذب أو يشذبها بين الحين والآخر، لأن المواطنة أحيانا أيضا تحدث فيها أخطاء وتحدث فيها مشاكل خصوصا أيام الأزمات. انظروا ماذا حدث للمواطنة في أمريكا بعد أحداث 9/11، ألم تنتقص؟ ألا توجد الآن إنه هذه قضية المراسلات وحريته الآن منقوصة في أمريكا؟ إذن عفوا البعد السياسي ضروري جدا. الآن نأتي إلى البعد القانوني، وأنتم تعلمون البعد القانوني دستور عقدي، قوانين صادرة من سلطات تشريعية منتخبة بتساو وشفافية، وطبعا أنتم كما تعلمون في الأرض العربية يعني الانتخابات ما شاء الله عليها من مشاكلها وقضاياها لا تعد ولا تحصى. وأخيرا البعد الاقتصادي، والبعد الاقتصادي والاجتماعي اللي هو العدالة الاجتماعية، غياب الفقر، لأنه لا يمكن أن تقول عن إنسان فقير معدم أنه يتمتع بمواطنة، أصلا هل يستطيع أن يقوم بواجباته وبمسؤولياته؟ إبانة فقري هو مشغول بس بأن يأكل يوميا قطعة خبز ويعيش على الكفاف. إذن غياب الفقر، وبعدين الحق في العمل، مواطن لا يستطيع أن يعمل ويجلس في بطالة هذا لا يتمتع بمواطنة أيا تكون الأسباب. وأخيرا أجر معقول لمعيشة معقولة، لأنك أنت عندما تكون الأجور ضعيفة أيضا المواطنة غير متوفرة. وطبعا يضاف إليه رعاية صحية، ما بأنه الإنسان عندما يمرض يبيع اللي فوق أو اللي تحت حتى شو اسمه. والتوجه الآن كما تعلمون أنتم هو خصخصة الصحة وخصخصة التربية والتعليم، ليس فقط عندنا في أرض بلاد العرب وإنما في كل العالم كله. والفكرة والتفكير العولمي الرأسمالي المتوحش الأناني يطالب بصورة دائمة ومستمرة الدولة بأن تتخلى عن التزامي
الصحة والتربية والتعليم كما تعلمون، وبعدين الانضمام للنقابات. النقابات ضرورية جدا من أجل حماية مصالح الذين يشتغلون دون أن يستغلوا وأن يوضعوا في ظروف معيشية صعبة أو يوضعوا في ظروف عمل صعبة. وبعدين تأمين ضد عجز الشيخوخة، وليس فقط هؤلاء يموتون في بيوتهم إلى آخر من الأمور. إذن نحن تلاحظون أن أبعاد المواطنة أبعاد كبيرة جدا. الآن المواطنة قلنا نتكلم عن حقوق كثيرة، لكن المواطنة لا توجد في الواقع إلا إذا قام المواطنون أيضا بواجباتهم إضافة إلى ممارستهم لحقوقهم. هي نتاج كما قلت نشاط وتفاعل، وليس شعار نظري كما نسمعه كل يوم مدح في المواطنة وإلى آخره، وهي غير موجودة أصلا. بعدين مثل كل كائن اجتماعي، إذن هي تحتاج لبيئة ملائمة لنموها وصونها. ما في هذه، إذا البيئة التي تحيط بكلمة المواطنة ليست صالحة لنمو وصيانة المواطنة فهذا كلام فارغ وشعارات ليس لها قيمة. الآن البيئة الملائمة يجب أن تكون سياسية كما ذكرنا، يجب أن تكون اقتصادية، يجب أن تكون اجتماعية، تعين ولا تعيق المواطنة. وأنا أقول ذلك لأن أنت عندما تقرأ الكتب الغربية يتكلمون عن الإعاقات الكثيرة اللي أمام المواطنة في مجتمعاتهم اللي جالسين نحن طول الوقت نمدحها ونعتقد أنها خير المجتمعات وإلى آخره. عوائق سياسية، عوائق اقتصادية. في بلد كالولايات المتحدة الأمريكية عندما يكون 20% تحت خط الفقر لا تستطيع أن تقول أن هناك مواطنة حقيقية، وهذا شيء ينطبق على كل المجتمعات في الدنيا. وبعدين لذلك هي تتأثر المواطنة بالأزمات، وأنا ذكرت من قبل أنه الأزمة في أمريكا عندما استعملت لكي تؤثر على المواطنة. وطبعا أنتم تعلمون أنه كثير من الخدمات الآن كثير من الدول تضعها على جنب، واللي حق وحقوق أساسية من المواطنة باسم الأزمة. طبعا الأزمة لا تؤثر على البنوك ولا تؤثر على الشركات الكبيرة ولا هذه، وبالعكس تعطى المساعدات وتدعم، ولكن تؤثر على هذا المسكين اللي كان يقدر يحصل له كرسي في مركز صحي أو يحصل فراش في مستشفى. إذن النقطة الأخرى اللي يريد أن أؤكد عليها أنه لا مواطنة بدون جنسية. أنت كمواطن من حقك أن تكون لديك جنسية، وكل ما يتعلق بالجنسية من باسبورتات وإلى آخره وأشياء أخرى ثانية. الآن لما نيجي إلى قضية حقوق الجماعات، وأنا يعني عم بجيب نقاط لأن بس حتى أبرز روح هذا الموضوع. حقوق الجماعات، أنت بمجرد ما تتكلم عن حقوق الجماعات أنت تخلق إشكالية لموضوع المواطنة. المواطنة تتكلم عن فرد، أفراد متساوين في الحقوق والواجبات، يعيشون جميعهم بفرص متساوية، وبالتالي لا حاجة للكلام عن هذه الجماعة لها حقوق خاصة بها وتلك الجماعة لها حقوق خاصة بها. المواطنة لا تقبل ذلك لأن التساوي موجود والفرص موجودة، وبالتالي لا تحتاج إلى القول بأن هذه الجماعة يعني مقموعة أو غير مقموعة. أنا أتكلم عن فكرة المواطنة، ما أتكلم عن الواقع في الحياة. طبعا هناك جماعات مقموعة وإلى آخره. بعدين هناك فرق بين المواطنة العميقة والمواطنة السطحية. في الأدبيات الإنجليزية thick citizenship و thin citizenship. الثانية اللي هي السطحية تكتفي ببعض الحقوق والواجبات، وهذا اللي موجود في البلاد العربية، شوية حقوق هنا وشوية هناك وشوية واجبات.
لكن الثاء الأولى اللي هي الثك تصر على مشاركة المواطن في كل الحقول وكل النشاطات إذا أريد له أن يتحمل كل التبعات. أنت الحين بتحملني كل التبعات وأثناء الأزمات على الأخص وأثناء الحروب وتقول لي دافع عن الوطن، هذا وطني وموت في سبيل الوطن. لكن لما أنت وأنت أخونا جالس في 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 بيتك وتحملني كل الأزمات وتقول لي إن أنت مواطن، هذه ليست مواطنة، هذا عبودية واستغلال في الواقع. والواقع أن في التاريخ هذه قضية بالغة الخطورة في الغرب، في أمريكا، في أمريكا الكلام عن أنه يا أخي ناشناليستيك وأنه لازم تضحي وتموت من أجل أمريكا إلى آخره. يجي المسكين ويروح ويموت ويتدمر ويتدمر عائلته ويحصل الطلاق وأولاده يتشردون وعقب ما يرجع. أنا أذكر لما كنت في أمريكا جاني واحد يبكي وأنا في المستشفى، قال لي أنت تعرف أنا أدي دخلت نقلت نفسي من الحي اللي أنا ساكن فيه وتركت بيتي وقلت أنا بروح أدافع عن أمريكا ودوني أوروبا ودخلت في الحرب ودخلت في مشاكل كثيرة وكنت أموت. ولما رجعت إلى الحي تبعي ما حد يعرفني وما عدت أعرف أحد. قال هذه هي المواطنة، هذه هي الوطنية التي قيلت لي. وأنا أقسم لكم أنه كان يبكي والدموع تنزل من عينه ويقول وحسرته على كل ما ضيعته وما اعتقدته. وهذا الشيء يحدث يوميا في تاريخ في 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 المجتمعات بما فيها طبعا مجتمعاتنا. نفس الشيء القوة، سواء القوة السياسية أو القوة الاقتصادية، إذا غير متكافئة المواطنة طبعا غير موجودة. الآن في الحق الاقتصادي أنتم تعلمون وتكلمنا كثير جدا، إذا ما في عدالة اجتماعية، إذا ما في توزيع معقول للثروة، فإذا هناك لا توجد مواطنة. الآن نأتي بالذات، أنا أريد أن أشدد على قضية أنه لا يستطيع أحد أن يتكلم عن مواطنة إذا المرأة والرجل ليسوا متساويين في العمل وفي الفرص وفي الأجر وفي كل الحقوق وفي كل المسؤوليات. ما يجيني واحد يقول لي المرأة والله ما تقدر تصير قاضية أو المرأة ما تصير رئيسة دولة أو كذا إلى آخر. عند ذلك هذا ما نتكلم عن مواطنة، نتكلم عن شيء آخر قد يكون الرعاية وإلى آخره. طيب، بالنسبة لنا في الأرض العربية المواطنة اللي نتكلم عنها تتناقض كليا مع كلمة الرعية. أنت لست من الرعية، أنت لست مطلوب منك أن يكون هناك راعي لأنك لست غنما. الرعية، كلمة الرعية يجب أن تزال من القاموس العربي وتحل محلها المواطنة. نفس الشيء عندما نتكلم عن مكرمات حقوقية ومعيشي وإلى آخره، المواطن لا يأخذ مكرمات من أي جهة كانت، المواطنة تفرض له حقوق معينة بالتساوي بين الجميع ويحصل عليها لأن هناك قانون يقول ذلك، لأن هناك عرف يقول ذلك، لأن هناك مؤسسات تقول ذلك. أنا أقول ذلك لأن ترى ليس فقط في الخليج، ترى هذه الكلمات تستعمل من أقصى المغرب العربي إلى مصر إلى السودان إلى سوريا إلى لبنان كلها، إنه تفضل الرئيس وفعل كذا. كلمة ثانية تذكرون أنتم أيام ألقاب من مثل رب العائلة المرحوم أنور السادات كان يفاخر بأنه أنا أتصرف كرب العائلة. شو رب العائلة يا أخي؟ هذه شو الكلمات هذه التي تناقض مع روح المواطنة. المواطنة لها كرامة، لا تحتاج إلى كل هذه الأشياء.
أنا آتي بهذه الجانب لأن هذه الجوانب مهمة جدا إذا نريد. الآن كل يوم في الخليج أنا الليبرالي وأنا الليبرالي. أنتم تسمعوا هذا وتقرؤونها كل يوم وأنتم تسمعوا. الليبراليون وعدوا بالمساواة في المواطنة لكنهم أخفقوا في التطبيق. أبدا لم يوجدوا مساواة. وبالذات في المجال الاقتصادي أخفقوا. وجاءوا الإخوان الاشتراكيين وقالوا بالمساواة في الاقتصاد ولكنهم أخفقوا في المساواة في السياسة. فلا هؤلاء حلوا الإشكالية ولا هؤلاء حلوا الإشكالية. وإذا نحن إذا كنا نتكلم عن مواطنة فلا نأخذ ما قاله الليبراليون ولا نأخذ ما قاله الاشتراكيون، نأخذ شيئا جامعا بين الجهتين، مساواة في السياسة ومساواة في الاقتصاد. طيب الآن هناك شيء آخر يتعلق بمجتمعاتنا. نحن نتكلم ونقول إن المواطنة هي تفاعل بين الواجبات والمسؤوليات. دعنا نأخذ أمثلة في مجتمعات. موضوع مثل التصويت، أنت لا تمارس المواطنة إذا ما تصوت في الانتخابات. من أجل، أنا ما أتكلم عن مقاطعة الآن ولا تدخلوني في الموضوع هذا، أنا أتكلم عن أنه كمبدأ التصويت يجب، والآن بدأت مجتمعات كثيرة تجعل التصويت إجباري على المواطن، لأن هاي جزء من مسؤولياته أن يختار الأفضل، أن يشارك في ذلك. إذا ما صوت يجلس في البيت وعقبها بيوم ثاني يشتكي إنه البرلمان ما يسوى لبيستين وإنه البرلمان هذا لا يقوم بواجبه وإلى آخره. إذن مثلا التصويت، الانتخابات، في الانتخابات العمل التطوعي. المواطن الذي لا يتطوع في أشكال مختلفة من العمل التطوعي هو لا يقوم بذلك، لأنه لا يتعاون ولا يتكاتف مع الآخرين، اللي ضعيف أو الفقير أو المعدم أو الطالب أو كذا إلى آخره، أشكال كثيرة من الحاجات. بعدين المحافظة على النظام العام. أنت لست مواطن إذا ما تحافظ على النظام العام، وهذا ما في حاجة تشوفونه في السير اللي يوميا تشوفونه قدامكم وأشكال مختلفة، عدم الوقوف في خط إلى آخره كله. تعليم وتربية الأطفال، أنت ما تقدر تقول والله إنه أنا بأطفالي يعني مسؤول عنهم لكن أعطيهم أكل وشرب وإلى آخره. أنت مسؤول أن تجعل أطفالك في المستقبل مواطنين لهم حقوق ولهم مسؤوليات. وبالمناسبة العائلات أيضا لا يمارسون الجانب القيمي السياسي في البيت. الأولاد يكفخوا، الأولاد غير مسموح لهم أنه يناقشوا، الأولاد ما لهم رأي، أبوك يقول هذا الشيء أو أمك تقول هذا الشيء وخلصنا من هذا الموضوع كله. لنأخذ موضوع ثاني، البيئة. لا يستطيع المواطن أن يقول أنه أنا ما بعني بالبيئة. البيئة التي تدمر في هذا العالم لأن المواطن لا يتحمل مسؤوليته في هذا الموضوع. الآن آخر نقطة فيما يتعلق ببعض النقاط هذه، المواطنة ما عادت محلية. الآن هناك كلام على المستوى العربي، هناك كلام الإخوان المنتدى الفكر العربي في الأردن من حوالي 10 سنوات وضعوا ميثاق سموه ميثاق المواطنة العربية. بمعنى آخر أنه إذا نتكلم عن عروبة ونتكلم عن وحدة وتكلم عن أخوة وتكلم عن كذا، لازم يكون في نوع من المواطنة العربية اللي الغني يقف مع الضعيف والمقتدر يقف مع غير المقتدر إلى آخر من هذه الأمور القيمية. الآن أكثر من ذلك، الآن هناك حديث حقيقي عن المواطنة العالمية، ما عاد فيه، خصوصا بعد خراب البيئة.
يقول لك لا نستطيع أن نتكلم عن مواطنة محلية، يجب أن نتكلم عن مواطنة دولية. والآن الكلام عن المهاجرين إلى أوروبا ولا أمريكا عم بيجيب هذا الموضوع، إنه تعال مين قال لكم يا أخي؟ نحن مسؤولين عن هؤلاء ومن حقهم أن يأتوا، وإن شاء الله أي عدد يجيب يكون، لأن في مواطنة عالمية ونحن كلنا نشارك فيها. طيب، ما المطلوب لتفعيل المواطنة إذن الحقيقية؟ القائمة يا حضرة الإخوان طويلة، وأنا سبس أعطاحك عناوين. أولاً استئصال كل أنواع الفساد، لأنه بوجود الفساد لا نستطيع أن نتكلم عن مواطنة نظيفة. استئصال كل أنواع الاستبداد، لأن الاستبداد لا يمكن أن يربي مواطنة حقيقية. إصلاحات سياسية واقتصادية كبرى، وأنا كتبت مرات كثيرة جدا، بدون تغييرات كبرى أساسية لا نستطيع أن نتكلم عن إصلاحات. هذه الإصلاحات الجزئية الصغيرة هنا وهنا وهنا، وخصوصا عندما تكون الحياة جحيم كما هي في الأرض العربية. تستطيع دولة مثل فرنسا أن تتكلم عن إصلاحات جزئية وكذا تراكمية، لكن أنت لا تستطيع أن تتكلم عن ذلك في بلاد عربية تحترق وتستغل وتعيش حياة جحيم. بعدين شفافية في الحياة العامة، وأنتم تعرفون هذا الشيء، لأنه المواطن يجب أن يعرف. هو لا يستطيع أن يكون مواطن، أنت تطلب منه مسؤوليات، من حقه أن يعرف ما الذي يجري حتى يتحمل المسؤوليات. مثل ما قلنا، أنت تروح وتدفع البلايين أو البلايين إلى البنوك إلى آخره وراء المواطن، وعقب تقول حق المواطن والله أنا راح أزيد عليك ما تدفعه من ضرائب ومن آخر من هذه الأمور. هذا المواطن معناها لا توجد شفافية لهذا المواطن. بعدين مثل ما قلنا، مكافحة الفقر، الجهل والمرض. لا يمكن أن تكون مواطنة حقيقية جيدة بوجود جهل وأمية، لأن الأمية لا يعرف، لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف حتى أن يتابع. ونفس الشيء المرض، أنت عندما تكون مريض أنت لا تستطيع أن تمارس المواطنة. وبعدين مثل ما قلنا، التعليم الذي يمجد المواطنة ويهيئ لها. وأنا قلت إنه إذا الجو في المدرسة غير ديمقراطي، أنا أريد أن أذكر الكثير من الأخوان إنما عندما أدخلنا نظام إنه كل المدارس يجب أن تدار من قبل مجالس، وقلنا أن هذه المجالس 50% منهم يجب أن ينتخبوا من بين المعلمين، كان هذا الهدف. الهدف هو إنه المدرسة تنقلب شيئا فشيئا إلى بيئة ديمقراطية تشاركية تسامحية، أخذ وعطاء فيها. وبالتالي عندما يخرج الطالب يخرج وقد تعود على أن يرى كل هذه النقاشات وكل هذا التسامح في صفه وفي غير صفه. ولكن ذلك لا يتم بوجود مدير يدير المدرسة كديكتاتور، فكان لابد من اتخاذ هذه الخطوة. وأنا أريد أن أقول لكم أن البحرين هي أول دولة في الأرض العربية تطبق مثل هذا النظام. نفس الشيء الإعلام، ما في حاجة أتكلم عنه كثير. وبعدين يا أخي، أنت لا تستطيع أن تتكلم عن مواطنة إذا كان إذا أنت استقلالك الوطني والقومي يوميا مستباح. وما في حاجة أقول لكم، يعني ما عادت في دولة إلا وتتدخل في شؤوننا البلاد العربية، ما عادت، لا جيران ولا بعيد ولا قريب، ما حد بقى ما استباح هذه الأرض. وبالتالي أنت لا تستطيع أن تبني مواطنة بهذا الشكل. الآن أنا شددت كثير على كل القضايا تتعلق بالديمقراطية، إذا تلاحظون أغلبها أغلب الساحقة، لكن الإشكال هناك، لو تقرأوا الكتب هناك إشكالية للديمقراطية نفسها. يعني أنت شوفوا كيف الحلقة المرورة، أول شيء قلت لكم هناك إشكالية في الثقافة العربية، أنا أقول لكم إشكالية في الديمقراطية. لأن أولاً يجب أن نعرف أن الديمقراطية ليست مفتاح الجنة مثل ما نصورها أحياناً، والله بس لو عندنا الديمقراطية كان كافي. لا، الديمقراطية أيضاً تحتاج إلى أشياء أخرى حتى تصبح ذات
ولا هي ثمرة، وإنما هي بذرة. أنت الديمقراطية من أجل تنميها يجب أن تعاملها كبذرة تبنيها يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، فكرا وممارسة ومؤسسات وإلى آخره. لماذا أقول ذلك؟ لأن هي مشكلة مجتمع في الأرض العربية. المجتمع لا يقبل كثير من الأوقات الديمقراطية ويتعامل مع بعضه البعض خارج الديمقراطية. مثل ما قلنا، في العائلة ما في ديمقراطية، في المدرسة ما في ديمقراطية، في الجامعة ما في ديمقراطية، في النادي ما في ديمقراطية، في الأحزاب ما في ديمقراطية. أنتوا روحوا شوفوا تاريخ الأحزاب كلها، نفس الشخص دائما هو يعني القائد العظيم الكبير اللي لا يمكن أن يستبدل، وعقب نيجي ونقول إحنا نبي ديمقراطية للحكم. كيف؟ هذا المجتمع ما في تسامح لبعض بعض، في مسبات. وانتبه، تابعوا على الواتساب والفيسبوك والى اخره وشوفوا اللي يجري فيما بين الناس في بعضهم بعض. اذا ليست الديمقراطيه مش مشكله بس سلطه كما ذكرنا في كل الحديث، وانما هي ايضا اشكاليه مجتمع. بعدين هناك اشكاليه اخرى، يعني هذه ما نعرف عنها. اوكي، لا ليش ما قلت لي؟ إذا الآن سأنهي هذا الموضوع. أنا قلت لك خبرني عقب نص ساعة، ما خبرني، فهو يلام وأنا يعني كالعادة يجب أن ألومه وما ألوم نفسي لأن أنا ما لي دخل في الموضوع. الآن أيها الإخوان والأخوات، الذي أريد أن أقوله إن إحنا نتكلم عن نبي نحمي مجتمعاتنا. أنا ما أشوف حماية لمجتمعاتنا إلا بأن نشتغل ليل نهار. أنا قلت هناك إشكاليات ثقافية كبرى بنتركها المفكرين الآخر، لكن في اعتقادي أن حماية المجتمع لا تأتي إلا بممارسة حقيقية لكل متطلبات المواطنة، تصبح المواطنة هي تجب الانتماء المذهبي. الانتماء المذهبي ما في شيء ضده، بس هي الأساس مو هو. أو الانتماء العائلي، أو الانتماء القبلي، أو الانتماء شو اسمه العرقي إلى آخره، كل تلك ما في مشكلة. إنما الإشكالية إنه من يجب من يكون فوق ومن يكون تحت. وأنا أعتقد أن المواطنة هي المدخل الرئيسي للموضوع الذي نتكلم عليه. معذرة سيد الرئيس، وألف شكر للجميع. شكرا جزيلا للأستاذ المفكر الدكتور علي فخرو، ولا ألام لأني حقيقة استمتعت بالحديث، وأحسست أن القاعة بمجملها قد استمتعت بهذا الحديث الشيق والذي أثار فيه أستاذنا الفاضل العديد من النقاط المحورية التي في اعتقادي أثارت الكثير من التساؤلات وأثارت الكثير من الشجون. نبدأ باب المداخلات والاستفسارات. أرجو من كل متداخل أن يسجل اسمه ويعرف نفسه عند ما يتداخل وأن لا يطيل عن 3 دقائق. الاسم بس. صوت موجود؟ طيب. اولا تفضل استاذ تقي البحار. دكتور علي فخرو له مساهماته الفكرية والتوعوية، وهذه واحدة من تلك المساهمات. لقد أحط بالموضوع من جميع جهاته، وكلمة شكرا وأحسن لا تكفي. دكتور، أنا أعلق فقط على موضوع المجتمع المدني وأهميته.
المجتمع المدني إذا حصل على تعاضد من المجتمع ومن الدولة سيكون له دور كبير في إلغاء الطائفية أو إبعادها والمذهبية والعائلية. في أوروبا نسوا كل هذه الانتماءات لأن عندهم جمعيات مجتمع مدني ونقابات تتكفل هي بتوجيه حياتهم المستقبلية، الدفاع عنهم في المحاكم، المطالبة بما يريدون. وهذا هو سبب انتشار المذهبية والعرقية والانتماءات الأخرى، لأن الفرد يعتبر نفسه أن الطائفة تحميه لأنه ليس وجود لحماية أخرى. شكرا. شكرا جزيلا للأستاذ تقي البحاردة. الأستاذ أحمد. السلام عليكم. طبعا أنا من المعجبين ومن قراء كتابات الدكتور علي فخرو المفكر البحريني. يستحضرني مقالاته في أهم المواضيع الخاصة بالثقافة الوطنية. الدكتور علي فخرو تطرق وتمسك في قضية أساسية ألا وهي تحويل الدولة إلى دولة ريعية. كنت أتابع مقالاتك دكتور علي فخرو، وكنت كذلك أتابع مقالاتك حسب فهمي المتواضع أن هناك مطحنة ثيقراطية ومطحنة راديكالية. احنا لما نتكلم عن الثقافة الوطنية ودورها في حماية مجتمعاتنا العربية، احنا نتكلم عن التراشق بالريش، انه عندنا الثقافة الوطنية وما تم طبعا التجربة خير دليل وبرهان في 2011 انه خرجت فئة تدعي بانها هي الاغلبية وفئة اخرى تدعي بانها هي الاصل والفصل. هي نفس الموضوع ونفس كتابات الدكتور علي فخرو اللي أنا احتفظ في مقالاتك دكتور علي. الطروحة هني أو السؤال اللي يطرح نفسه، إذا عندنا آلة طحن ثيقراطية قبلية وآلة طحن دينية أو مذهبية، يصعب على دور الثقافة في تنمية وتطوير الشعوب، لأنه رجال الدين هم متمكنون ومسيطرون ومهيمنون على الرأي العام. شكرا. الميكروفون للسيد فاضل الحليبي في الصف الأول. البداية الشكر للدكتور علي فخرو على هذه الندوة القيمة، والشكر إلى نادي العروبة وإلى رئيس الجلسة. حقيقة استمتعنا بهذه الندوة يعني اليوم، يعني بقراءة مختلفة. يعني كثير من الندوات حضرنا حول الثقافة أو حول المثقفين والمثقف، يعني كانت اليوم قراءة جدا مختلفة، خاصة اليوم يعني يعطينا الدكتور حول مفهوم اللي هو المواطنة هو لأهميته، لأن بالفعل لما تحط هذه الكلمة مثل ما أشار وشيل الرعية، هذه الصق يعني مقززة هالكلمة الرعية، كأنك أنت مثل ما أشار لها اللي هو الغنم، يعني الراعي والرعية بالفعل هي لها تبديل، يعني سواء في المناهج التعليمية أو غيرها أساس. لهذا أنا أقول معضلتنا في الوطن العربي التعليم، إذا خرجنا بالتعليم قوي ممكن تتغير. التعليم أنا أعتقد هو المهم، هو الحلقة المغيبة في الوطن العربي. يعني ليش أتكلم عن التعليم؟ في ظل هذا الانحدار في السياسي والأخلاقي في الوطن العربي، لا نعرف
مسألة التغيير والإحداث، التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي متى بيصير؟ بعدين من هي القوة القادرة لإحداث هذا التغيير؟ نعرف إحنا في ظل الآن القوة الاجتماعية المتعددة الأوجه وصعود بعض القوة التي لا تؤمن أساساً بالتغيير الديمقراطي، لا تؤمن بالتغيير الإصلاح الحقيقي، لا تؤمن بالمجتمع المدني بمفهومه بالدولة المدنية، لأن الدولة المدنية دا بندخل لها مقومات الأساسية اللي هو الديمقراطية، الشفافية، الأحزاب، النقابات، اتحادات الشباب والطلاب وغيرها، بالإضافة إلى الحريات الشخصية والعامة. كل هذا يريد لها قوة للتغيير. في ظل غياب هذه القوة، قوة التغيير المجتمعية أو ضعفها الحالي، أنا أعتقد راح يصير وقت لأنه طويل حتى تتغير المفاهيم نحو ترسيخ ثقافة وطنية جامعة واسعة في المجتمع. راح نظل لفترة طويلة، أنا أعتقد يعني مو متشائم، ولكن لا أعتقد أن التغيير راح يحدث الآن، بس راح سوف يحدث ربما في أجيال أخرى. وشكرا. شكرا سيد فاضل. الأخ في الأخ وبعدين دكتور غازي. شكرا دكتور علي، تكلمت أنت بصفة تصور الجميع، وإحساسك هو يعبر عن إحساس الجميع. والحقيقة وجود محاضرة في نادي العروبة اللي هو ابتدى في محاولة التطوير، وكلام الأخ تقي البحارنة من مؤسسين النادي، وكلامك أنت من مؤسسين الحركة الوطنية في الجامعة الأمريكية، والسؤال مطروح، كل الألم اللي أنت طرحته والكلام اللي طرحته يعبر عن ما يحس بالجميع. وتصوري أن يعني في أيامك وفي الجامعة الأمريكية قامت حركتين ومؤسستين للدفاع عن التطلعات الوطنية العربية، وكانت في تطلعات موجودة بس مع الأسف اختفت، وطلعت مثلا في البحرين حركة وعد، وكانت تعبر عن تطلعات وطنية وعلى أمل، ويعني خمدت يعني في يوم من الأيام يعني مع الأسف. بس إنما يعني كل الكلام اللي تتكلمه جيد جدا، ويعني ما هو الحل؟ يعني حاليا اللي في هجمة على الوطن العربي، وكما تجد ما سمي يعني التحرر العربي والحركات اللي قامت كلها كانت يعني مخطط لها استعماريا يعني، وعلى الأسف يعني وكل يعني ما يدور حاليا يعني مؤلم جدا. كيف تصورك؟ ما هو الحل يعني؟ كان في مؤسستين وثلاث مؤسسات إلى تقوم باسم المواطن العربي، وكان في تطلعات اختفت. شكرا دكتور غازي، بس ممكن تعرف نفسك اذا سمحت. شكرا جزيلا دكتور. انا عندي سؤالين. سك بس اذا سمحت. My name is عامر روبي. ما في شك ان التعليم هو اساس التقدم اليوم، ولا يمكن لدوله ان تتقدم بدون التعليم. ولو نريد أن نصنف البلدان في العالم اليوم نشوف كل الدول المتقدمة هي أساساً متقدمة في التعليم. Now, لو ننظر للعالم العربي واللي مطلع على كل الدراسات اللي تيجي من اليونسكو والأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية، نشوف أن العالم العربي في آخر السلم فيما يتعلق بالتعليم. يعني أنا شايف بعض الدراسات حتى يخلوها بغاين سبسحارة أفريقيا. السؤال هنا اللي يطرح نفسه، لماذا العالم العربي فشل على الأقل خلال 50 سنة أو 70 سنة الأخيرة في أن يساهم في التعليم من أجل المعرفة ومن أجل التطور؟ ناو إحنا اليوم وانت تكلمت عن الاقتصاد، مو إحنا نتكلم عن الاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المعرفي أساساً هو مبني على الفكر، والفكر أساسه هو التعليم والثقافة. ولهذا السبب احنا اذا ما نستثمر في التعليم ما راح يكون عندنا اساسا
نقدر نواكب التقدم العلمي والاقتصادي والتكنولوجي اللي موجود في العالم. لو الشيء الثاني، احنا نعيش في عالم العولمة اليوم، يعني لا يمكن للعالم العربي في انه يكون مفصول عن بقية من هذا العالم. وانت اساسا تكلمت عن المواطنة، وهذا معناته انه احنا يجب دائما نحاول جهد الامكان في نهيئ جو تحت من خلاله نقدر نستطيع ان ننمي الانسان العربي والتعليم في العالم العربي. السؤال اللي يطرح حسب نفسه، انا شايف يعني there is a study called why education failed Africa. You see, والسؤال and this is published by the OECD. And the سؤال اللي جاوب عليه انه Africa adopted the wrong model or the Western model. Are we في العالم العربي اليوم ايضا adopting the wrong model للتعليم؟ شكرا شكرا استاذنا الفاضل. And then one more note with regard to democracy. الديمقراطية is about choice. How much choice do we have in the Arab world in order to practice democracy? شكرا جزيلا. الكلمة الآن للدكتور علي فخرو للرد على الاستفسارات والمداخلات التي تمت. تفضل دكتور. يعني أنا أريد أن أعيد ما أكرره دائما عن الخروج من هذا الجحيم اللي نعيشه، بل بالواقع للإنسانية كلها. أنا شخصيا في يوم من الأيام كنت أنا، البعض سمعني أقول ذلك، كنت أقرأ شعرا لشاعر بولندي وأنا في الجامعة الأمريكية في بيروت في مجلة الأديب. ماذا يقول هذا الشخص؟ يقول: ربي لا تدعني أموت في فراشي، ربي دعني أموت في ساحات الحرية. إذا الإنسان، أي إنسان في أي مجتمعات، وأنا أقولها يعني إذا ما يكون هذا شعاره لا يستطيع أن يكون مواطن حقيقي فاعل قادر على أن يؤثر. تقول لي إن هذا خيال شاعر، أنا هذا شعاري شخصيا. أعتقد أن الإنسان إذا ما هو يقاوم الشر ويضع جهد لمقاومة الشر ويقف في وجه الأشرار، الأشرار إذا وجدوا ما في مقاومة بيستحوذوا على الثروة، بيستحوذوا على الجاه، بيستحوذوا على السلطة، بيستحوذوا على كل شيء. ما في يعني اليوم هذه يعني ما في إشكالية. اللي أريد أقوله أنا إنه لما نتكلم عن المواطنة، أنا أتكلم عن مواطن فعلا راغب في أن يموت في ساحات الحرية، وسميها ما تشاء، ساحات البناء، ساحات التقدم، سميها ما تشاء، غير هاللون ما في. تاريخ الأمم كله هو هذا. شنو الثورة الفرنسية شنو؟ الثورة الأمريكية شنو؟ الثورة البريطانية شنو؟ كلها أناس وصلوا إلى مرحلة إنه ما شافوا إنه في طريق إلا إنه يا أخي يقولون حق هذا الشخص اللي يستغلهم وكذا إلى آخره، إنه لا كفى وقف هناك. الآن هل هذا يجري؟ أنا أعتقد إنه العالم بدأ شيئا فشيئا يدرك. يعني اللي شفناه من كم سنة ضد العولمة نتكلم عنها الآن ليس صغير. وأنا شخصيا أتابع الحركات اللي ضد العولمة. العولمة أنتوا شوفوا شنو الشعارات اللي طرحها؟ فردية مجنونة إلى أبعد الحدود، ما حد يتدخل في الحزمة بهالطريقة. إذا أنت عندك فردية أنت ما عندك عائلة، ما عندك التزام بشيء، أنت فرد، أنت اهتم بنفسك. طبعا أنا بهالطريقة هذه اللي أنا اللي أنتج البضائع والآخر، هاي اللي أبي أنت تكون لوحدك. أقدر أغير طباعك، أقدر أغير أفكارك، وأقدر أبيعك، شبي أحسن من هاللون. طيب، هي تقول إنه منطق السوق هو اللي يسيطر على العالم، اللي يقول السوق، غير هذا ما في، ما في شيء يسمى إيديولوجية، ما في شيء يسمى أخلاق، ما يسمى. مسز تاتشر كانت تقول ما في شيء إلا واحد، نتكلمون عن العائلات وإلى آخره قبل أن تموت،
لا، هناك الفرد بس يجب أن يدافع عن نفسه وإلى آخره. ولذلك دمرت النقابات في بريطانيا، اعتبرت أنه على الناس أنه يحاربوا من أجل حقوقهم إذا يعرفون وإذا ما يعرفون كيفهم. هذا منطق مرعب وهو مطروح الآن على مستوى العولمة. ولذلك إحنا في بلاد العرب يجب أن ننضم إلى كل القوى اللي في هذا العالم اللي تحارب العولمة. أنت تشوف العولمة، أمريكا اللي جابت العولمة لما جاءت مصلحتهم دمروا العولمة ولا يهمهم في العولمة. وهكذا تشوفهم يوميا، الأخ ترامب هذا يوميا ما يتكلم إلا عن المصلحة الأمريكية ولا غير المصلحة الأمريكية. طيب أنا أجي عنكم موضوع التعليم. أنا في اعتقاد أن مثل كل اللي تقولوه عن التعليم، هذا التعليم مو بس عندنا إشكالية، في كل العالم. أنا مرة مرتين ذكرت هذا الشيء، إنه بيير بورديو اللي كان فرنسي ومفكر وإلى آخره وسوسيولوجي كان يقول إنه نظامنا التعليمي بفرنسا بعد 250 سنة من الثورة لا يزال ينتج نفس الثقافة. معناها إن هناك شيء في المجتمعات ما تسمح بإجراء تغييرات كبرى في التعليم، كأنه هناك خوف من إنسان يعلم أن يكون مستقل وأن يقول لا وأن يفكر لنفسه وأن يعرف كيف يفكر وكيف يحلل ولا آخره. ما مطلوب هذا الشيء؟ كأن هذا الشيء لا تقول لي كيف. أنا أقول لكم على الإعلام في العالم هذا كله يريد إنسان يفكر. أنا والله ما أعتقد. اسمعوا كل المحطات تلاحظوا أن الأسئلة اللي يطرحوها أسئلة مقصودة، النقاشات اللي يجروها مقصودة، كلهم مدبرة بشكل معين. أنت اليوم الإعلام في أيادي الخصم، التعليم في أيادي السلطة الخفية في كل دول العالم هي التي تدير التعليم. خلي التعليم يجرب أنه يخرج من هذه القاعدة وشوفوا شو اللي يصير. فإذا نحن أمام إشكالية كبيرة. إحنا يعني الكلام اللي نقوله مو عن البحرين أو عن الخليج أو عن البلاد العربية، القضايا هذه مطروحة على مستوى العالم كله. وأنا أقول لكم أنا أتابع يعني ما يكتب في الغرب، ما تتصوروا أديه في الغرب الآن. هناك يعني انزعاج من الحضارة اللي بناها الغرب. فإذا نحن في نفس الساحة الآن. قضية الثقافة الوطنية الكلام لا يكفي. أنا قلت لكم نقدر نقول والله إحنا المواطنة وإحنا نحب المواطنة ونمثل المواطنين وإخواني المواطنين والآخر، لكن القضية قضية الممارسة المتعلقة بها. الآن المجتمع المدني والانتباهات الفرعية أنا قلت مئات المرة لا توجد مشكلة إذا الإنسان يبي ينتمي إلى دين خاص به، إلى فكرة خاصة به إلى آخره، بس على شرط أن كلها لا تؤثر على الانتماء الكبير المشترك. هذا هو المقياس. ما بدنا تجيني وتقول لي والله أنا مذهبي أهم من هذا أو ديانتي أهم من هذا أو انتمائي القبلي أهم من هذا أو 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 إلى آخر أو حزبي أهم من هذا. لا، كل هذه مقبولة بس على شرط أن تتعايش مع بعضها بعض ولا تؤثر على الشيء المشترك، الانتماء المشترك بين الناس. عن تبقى شو بعد أيضا ما هو الموجود شو اسمه؟ ما في شيء أبدا ثاني. أعتقد هذه أغلب النقاط التي أتي بها. أنا أريد يعني أن أبين حضرات الإخوان أنه إحنا في البحرين نعيش الآن يعني انقسامات فظيعة في المجتمع، حزازات إلى آخره، لكن أنا أستطيع أن أقول أنه شيئا فشيئا بدأت أشعر بأن الناس اللي كانوا متحزبين بدأوا شيئا فشيئا يشعرون من تعال يا أخي خلينا نتوجه إلى الانتماءات المشتركة، إلى أننا كأن المواطن إلى آخره. طبعا هناك قوة لا تريد ذلك، وهناك جهات لا تريد ذلك، وهناك أفراد لا يريدون ذلك. هناك أفراد يكتبون يوميا ما يريدون ذلك، يوميا يثيرون حزازات، يوميا يثيرون الصراعات على مستوى المذهب وعلى مستوى الدين وعلى مستوى القبيلة وعلى مستوى السياسة. والآن حتى على مستوى الأخلاق بس أيضا ما يهمهم ويكتبون ويكتبون ويكتبون. إحنا في محنة،
وأنا بقول لكم شغلة، أكبر إشكالية، يعني هاي آخر شيء، أكبر إشكالية حدثت للوطن العربي هو التراجع الشديد والمؤلم والموجع لما كان يتوجه إلى كل العرب، الفكر العروبي الوحدوي كان يريد لهذه الأمة أن تتوحد وأن تنهض وأن تقف على رجلها، هذا كان كل اللي يريده. إنما هذا الوطن تتكالب عليه يوميا مئات الجهات، مئات الجهات، ما تبقى استخبارات إلا وتعمل يوميا تدمر هذا الوطن، ما بقت شركات حقيرة، ما بقى بعض القيادات السياسية في العالم الحقيرة إلا وتشتغل ليل نهار على هذا الوطن. مهمتكم ومهمتنا صعبة جدا، لكن مثل ما قلت أفضل لنا 100 مرة أن نموت ونحن في ساحة الحرية على أن نموت في فراشنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لأستاذنا المفكر القومي الدكتور علي فخرو، شكرا لحضوركم الكريم، ونلقاكم على خير في لقاءات ومحاضرات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.